الخبر التالي بعنوان ارتفاع كيلو جرام الضاني إلى 80 جنيها. مع اقتراب عيد الأضحى قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم الضاني وتخطط في بعض المناطق حاجز 80 جنيها للكيلو، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخراف مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب عليه من المواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الماشية. وطلب شرف أيضا بضرورة استغلال مصر قسط الذي تم افتتاحه قبل يومين في تمرير دخول الحيوانات الحية وتوفيرها في السوق المحلية. طيب، معنا على الهاتف الأستاذ يوسف البسوم نقيب الجزرين. سلام عليك يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. تحياتي لحضرتك. ومشاهدينكم الكرام بخير وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى المسلمين جميعا. اللهم امين يا رب العالمين، كل سنه وانت طيب وكل الساده المشاهدين بألف خير. استاذ يوسف، كلنا يمكن في هذه الفتره بنلاحظ الكثير من التغيرات في الاسعار وخاصه اسعار اللحوم. ليه كل ما يقترب عيد الاضحى او مناسبه بنلاقي كده يعني ارتفاع مفاجئ في كل اسعار اللحوم؟ هو بيعتبر موسم، طبعا لان الموسم لان عيد الاضحى معروف هو عيد اللحوم. نعم. هو بيعتبر موسم وزياده الطلب على اللحوم هي اللي بتعمل زياده طفيفه، يعني مش كبيره قوي يعني في زياده الاسعار، ولكن الاسعار بترجع لطبيعتها بعد ايه؟ بعد العيد مباشره يعني. نعم. استاذ يوسف مع حضرتك يا فندم، سامعك، اتفضل. الحاجه الثانيه ان بالنسبه لاسعار الضاني هو ده موسمه، هو عيد الاضحى. يبقى الطلب عليه كبير والمعروض في السوق قليل، فده بيعمل زياده في سعر اللحوم الضاني، وهي المناسبه هي وجود عيد الاضحى. فالدوله كانت في بعض السنوات بتستورد خراف من الخارج، دي كانت بتعمل تعادل في الاسعار، وكان المواطن العادي ما كانش بيحس بالسعر الكبير في سعر اللحوم في الضاني. اما بالنسبه للحوم البلديه الاخرى يعني تقريبا الاسعار ثابته ما فيش زياده، وبرده الدوله بتستورد كميات كبيره حاليا دلوقتي من اللحوم الحيه تنذبح داخل مصر. طب زيس، بحكم خبرتك يعني، هل انت شايف ان ممكن الاسعار يعني تزيد في الفتره اللي جايه اكتر من 80 جنيه اللي وصل ليه كيلو اللحمه الضاني؟ لا، ما اعتقدش ان هي هتزيد على 80 جنيه. وهي مش 80 جنيه برضه، في يعني هو في برضه اقل من 80 في اسعار الضاني. هو 80 جنيه للمستهلك، يعني اللحمه اللي ياخدها المستهلك. مش ال... مش أيوة مش كيلو. أيوة في الخروف. أيوة، بتختلف من اماكن لاماكن، حتى كل مكان بتباع فيها بسعر معين. يعني مثلا في اماكن الاحياء الراقيه وكلام من ده، الاحياء الراقيه بتباع فيها اللحوم بسعر اعلى من الاحياء الشعبيه، وهي تقريبا نفس جوده اللحوم واحد بالنسبه للضاني بالذات يعني. تمام، بشكر. اتفضل يا فندم، في حاجه تاني؟ اما بالنسبه للحوم البقري والجاموس والبتلو، فانا بتوقع ان الاسعار تكون ثابته ومش زياده في الاسعار ان شاء الله. شكرا جدا الاستاذ يوسف البسومي نقيب الجزرين، شكرا ليك يا فندم.